فيما يتعلق الكتاب الذي تم الاحتفاء به ضمن مجموعة من الكتب هذا اليوم في إطار الحفل الذي تنظمه مؤسسة مقاربات سنوياً لتسليم الإصدارات الجديدة المدعومة من طرف وزارة الثقافة. في هذا السياق تم تنظيم هذه السنة هذا الحفل لتقديم الإصدارات ل16 كاتباً وكاتبة في حفل بهيج، من ضمنهم كتابي المعنون بالحجاج وآلية التواصل في الشعر في النص الشعري، وهو كتاب يتناول موضوع الحجاج من الجانب النظري ومن الجانب التطبيقي. على المستوى النظري يحفر البحث في الحجاج منذ السوفسطائيين مرورا بأفلاطون وأرسطو وصولا إلى ما يسمي بالبلاغة الجديدة أو الخطابة الجديدة التي يعود الفضل في اكتشافها إلى شامبرلمان وألبرت تيتيكا في مؤلفهما المشترك البلاغة الجديدة أو الخطابة الجديدة. أو وهذا الكتاب سيعيد بحث الحجاج من جديد ويجعله ينفتح على خطابات جديدة كانت مقصية من قبل وتدخل تحت تناول جميع الخطابات الاحتمالية بما في ذلك الخطاب الشعري الذي كان مقصيا من قبل بدعوى أن الشعر هو عبارة عن عاطفة وعبارة عن أحاسيس وأن الأحاسيس والعواطف كانت لهذه الكلمات حمولة سلبية من قبل منذ الفترة اليونانية. وأنا أمر من خلاله مساهمة في التأسيس للقراءة ودعمها.